وبالود والحب يتجدد اللقاء مع حضراتكم، والذي نناقش ونستعرض فيه أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. ونبدأه اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 مع سوق الصرف، والذي يشهد هدوء واستقرار للدولار الأمريكي أمام الليرة السورية. وبالنسبة لأهم الأخبار، صحف محلية تنقل مطالب الصناعيين للحكومة بأن تكون منصفة وتعيد الدعم للصناعة، وخبير اقتصادي يقترح حل لأزمة التضخم في سوريا عبر دولارة الاقتصاد السوري، والذهب يعود للارتفاع في سوريا على خلفية ارتفاع سعر الأونص عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. اللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك ومتابعة علشان يوصله كل جديد بنقدمه، ويضغط لايك ويعمل شير للفيديو علشان يوصل لغيره ويعم الخير. نبدأ جولتنا لاستعراض أسعار صرف دولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس قبل عرض الأسعار ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ، أهلا بيكم. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرار مجددا أمام الليرة السورية بعد انخفاضه أمس بمقدار 100 ليرة في السوق السوداء. وعلى صعيد سوق الصرف الرسمية، لا يزال الأخضر يسجل في نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي 13500 ليرة، ويسجل في نشرة المصارف التي تصدر عن البنوك 12500 ليرة. ووفقا لسعر السوق السوداء، فإن ال 100 دولار هتساوي 1,500,000 ليرة. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، نقلت صحف محلية مطالب الصناعيين للحكومة بأن تكون منصفة وتعيد الدعم للصناعة. وفي التفاصيل، قالت تقارير صحفية إن الصناعيين يبدو أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم المتعلقة برفع أسعار الكهرباء، رغم أن اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي دار مؤخرا بين الجهات المعنية لم يخرج بنتائج مرضية للمشهد الصناعي. وأوضحت التقارير أن الصناعيين أكدوا أن الصناعي يجب ألا يخرج عن سيناريو إعادة هيكلة الدعم الذي يجب أن يكون بالتساوي مع كل القطاعات. ومن جانبه، أكد غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، وعلى الحكومة أن تكون منصفة وأن تعيد دراسة الدعم لكل القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي. وأضاف غزوان المصري أن صناعة بلا دعم لا يمكن أن تستمر. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء في سوريا تجاوز الأسعار العالمية، والصناعيين يأملوا أن يعملوا وفقا للأسعار العالمية حتى يستطيعوا الاستمرار بالعمل والتصدير، وحتى تخرج البلاد من أزمتها. وأوضح أن السعر العالمي للكهرباء يتراوح ما بين 10 إلى 12 سنت، وتكلفة الكهرباء في سوريا تصل إلى 17 سنت، أي يزيد بنحو 50%، وهذه الزيادة يجب أن تتحملها الحكومة. وأوضح أن الكلفة مرتفعة ولا يمكن للصناعي أن يتحملها وحده، وطالب بإعادة الصناعي ضمن دائرة إعادة هيكلة الدعم. على صعيد أزمة التضخم في سوريا، اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام تثبيت الرواتب وإيرادات الخزينة العامة والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والمحروقات وأسعار البضائع بالأسواق بالدولار. واعتبر الخبير الاقتصادي أن دولارة الاقتصاد سيمنع حدوث تأثير لتقلب سعر الصرف مقابل الليرة على القوى الشرائية للرواتب والدخل بشكل عام، وسيؤدي لثبات كمية الاستهلاك والطلب وكمية الإنتاج، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني والليرة السورية من الأضرار التي يسببها التضخم النقدي. وأكد أن التسعير بالدولار والبيع والشراء بالليرة السورية لا يعتبر ولا بأي شكل من الأشكال مدربة على الليرة السورية، لأنه يعكس فقط تغيير بمقدار كمية الليرة السورية التي يتم تداولها دون أن يؤثر على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن أحد أهم الأدوات في السياسات المالية والنقدية لمحاربة التضخم النقدي هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار، ولا يقصد الخبير الاقتصادي هنا السياسات الاقتصادية. وفي النهاية، فإن تعافي الاقتصاد السوري ودوران العجلة الاستثمارية والتنموية وكبح جماح التضخم هدف نتضرع إلى الله جميعا لتحقيقه، لتستقر الأسواق وتتراجع أسعار السلع، ويشعر المواطن بنوع من الراحة والتحسن في ظل ظروف اقتصادية طاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب،
وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك، حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل الدولار في دمشق 15,000 ليرة للبيع و 14,900 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 15,050 ليرة للبيع و 14,950 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 15,200 ليرة للبيع و 15,100 ليرة للشراء، وسجل الدولار في اللاذقية وطرطوس 15,100 ليرة للبيع و 15,000 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حماه 15,150 ليرة للبيع و 15,050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في درعا 15,100 ليرة للبيع و 15,000 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حمص 15,150 ليرة للبيع و 15,050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في عين العرب 15,250 ليرة للبيع و 15,150 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 15,250 ليرة للبيع و 15,150 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 15,300 ليرة للبيع و 15,200 ليرة للشراء، وسجل الدولار في دير الزور 15,350 ليرة للبيع و 15,250 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة والقمشلي 15,400 ليرة للبيع و 15,300 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 16,002 ليرة للبيع و 15,836 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10,864 ليرة للبيع و 10,746 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18,678 ليرة للبيع و 18,479 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9,844 ليرة للبيع و 9,730 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 460 ليرة للبيع و 454 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3,966 ليرة للبيع و 3,923 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 48,493 ليرة للبيع و 47,978 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4,046 ليرة للبيع و 4,002 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 4,089 ليرة للبيع و 4,044 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 21,027 ليرة للبيع و 20,806 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 11,374 ليرة للبيع و 11,259 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 310 ليرة للبيع و 305 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و 113,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و 23,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 978,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 839,000 ليرة، وسجلت أنصة الذهب 2,325 دولار فاصل 3 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8,009,000 ليرة سورية اللي بتساوي 523 دولار فاصل 48 سنت، وسجلت أنصة الفضة 419,839 ليرة سورية اللي بتساوي 27 دولار فاصل 44 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 13,499 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، و
واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 89600 ليرة للبيع و89400 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.